سيركيو باسكيتس عم بيخرج الهدف، وبين لحظات اللاعب التاريخي رضا عنتر عم بيخرج من الملعب. يعني كلمات للقائد الاسطوري رضا عنتر بهاللحظات، لحظات جدا ثمينه لاي لاعب، لاي لاعب هي بتكون لحظات حلوه ولحظات صعبه على اي لاعب تاريخي عم بيكون بمنتخب لبنان. يعني عندما تمر على تاريخ نادي عريق لابد ان تقف مذهولا لذاك الفتى الاسمر الذي كتب بعرقه احرف المجد، طالت وطنه لبنان ونشرها نحو العالمية، أحرف كتبها من ذهب فكان تاريخه أبغى وأغلى، أحرف زينها بابتسامته فكانت عنوانا للوفاء والإخلاص. رضا عنتر الأسطوري، رضا عنتر قائد منتخب لبنان، الغزل الأسمر الذي كان خير ممثل وخير سفير للكرة اللبنانية، دمت للتاريخ اللبناني المشرق للكرة اللبنانية ومثالا يحتذى به لأي لاعب في لبنان. يعني على أمل أي لاعب لبنان يكون قدوة رضا عنتر ومثال للاحتراف، مثال لأنه يوصل ويحقق أحلامه. رضا عنتر بالمشهد الأخير، باللحظات الأخيرة، بالوداع الأخير، مثل ما قلت هيدي أصعب لحظة على أي لاعب وعلى أي قائد وعلى أي أسطورة بيلعب بكرة القدم. من أصعب اللحظات هي اللحظات الأخيرة، اللحظات يلي بيخرج من الملعب وبيترك العشق، بيترك المدرجات، بيترك ضجيج كرة القدم، بيترك صخب الأهداف. رضا عنتر اليوم عم بيغادر كأسطورة للبنان، كقائد أرز يلي حمل اسم لبنان بالبوندسليغا بالدوري الألماني، وكان أسطورة بالصين ببلد المليار. كان رضا عنتر يصنف من بين أفضل 10 أجانب لعبوا بالدوري الصيني. رضا عنتر اسم كتير كبير بتاريخ الكرة، خير ممثل مثل ما قلت. رضا عنتر لاعب أسطوري، لاعب تاريخي، قائد قدم الكتير لمنتخب الأرز، وهو اليوم بالمشهد الأخير عم نشوفه. يعني